قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حاولت رفع العبء والتخفيف عن المواطنين. إن احنا كدولة حرصنا على إن احنا ما نزودش ونعكس التكلفة الكبيرة اللي احنا يعني احنا لما الدكتورة هالة اتكلمت على إن الأسعار زادت ل 60 ل 70% بين الذرة والقمح، طب ما احنا كميات اللي بنجيبها وبنستوردها من الخارج من السلعتين دول يا دكتور مصطفى ضخمين جدا، كان نفس الكميه بنجيبها تقريبا، لكن احنا لم نعكس الزياده اللي حصلت فيها الاسعار خالص طبعا. انا بس عايز اقول ده ليه؟ عشان يمكن الناس تقول احنا الاسعار غاليه بره، مفيش كلام عندنا، انا بتكلم على مصر بس، انا عايز اقول ان الدوله حاولت، والهدف من التقديم او من العرض اللي الدكتور هالة بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدوله عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكايه ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدوله عملنا فيها ايه.